بين أرواح النائمين بسلام في العالم الآخر، بقيت هذه الوردة نابتة على بقايا قبر المؤرخ والباحث هشام الهاشمي بعد تهديمه مرة أخرى والثانية في أقل من أسبوع على يد مجهولين، وهي ظاهرة لطالما تكررت بحق قبور الناشطين والمتظاهرين الذين قتلوا بعد خريف 2019. هذا قبر الدكتور المرحوم الشهيد هاشم الهاشمي رحمة الله على روحه. الظاهرة مو أول مرة يفلشون القبر، هاي الثانية أو الثالثة. على التاريخ ما يأثر ولا على كلمة الحق يأثر، لكن يأثر على عليهم هم اللي يفلشون ويخربون هذا الخراب. شهيد قانون، يعني رجل قانون احنا نحبه ونحترمه رحمة الله على روحه، المفروض يبقى علم أو رمي الشامخ مرموز العراق، يعني نحتاجه بهيك أوقات. المغدورون في الكواتم والقناصات والقنابل الدخانية وهم أحياء لم يسلموا وهم ميتون، تتعرض قبورهم بين فترة وأخرى إلى الاعتداء في ظاهرة يقول نجفيون إنها دخيلة ومسيئة لأهالي المحافظة، متهمين الأحزاب التي كان يعارضها المقتولون بفعل هذه الاعتداءات المستغربة. هذا عمل ما مقبول نهائيا، اساسا ما مقبول، لانه ما يجوز. ناشط مدني ادى دوره وراح، والحمد لله شكر. اذا كان زين الله يزيد حسناته، واذا مسيء الله يتلف سيئاته ان شاء الله. راح العمل وانتهى امره، فما ماكو داعي لهذا الشيء. بس احنا طبينا اشترف من القوات الامنيه، بس الله يدري مو، لانه هو لازم هناك بالباب فليطب لهنا ويسوي شيء ويقرب ويسيء قدمي مو يمه. تهديم قبر الهاشمي لم يكن للمرة الأولى منذ مقتله على يد جهات لم تشخص حتى الآن، وربما لن يكون الأخير، لأن الرعب الذي تركه الهاشمي ورفاقه النشطاء بأفكارهم ما زال قائما يهدد الأحزاب ويمثل امتدادا للشباب الذي يبحث عن بلد لا تستقبل القبور فيه المزيد من الشباب المقتول. من مقبرة وادي السلام في النجف، محمد رزاق، التغيير.